نروح مع حضراتكم بقى الحقيقة لمراسلنا شريف شعبان. بالمناسبة كابتن خطيب النهاردة كان حاضر تمرين الفرق في استعداد طبعا الأهلي لمباراة الإنتاج الحربي، والموضوع مش موضوع المباراة الإنتاج، الموضوع موضوع مشوار الفرقة ممكن تكون محتاجة دعم، وده دور دايما المسؤولين في النادي الأهلي وعلى رأسهم طبعا كابتن محمود الخطيب. خلينا نعرف تفاصيل أكتر من مراسلنا شريف شعبان في النادي الأهلي. يا شريف مساء الخير. مساء الخير شريف، ويا ريت مساء الخير عليك يا زميلي احمد، تحياتي ليك وتحياتي لكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. وابدا زي ما ختمت، ويبقى الاهلي فوق الجميع، يمكن من ملعب مختار التتش، الملعب العظيم، الملعب التاريخي للنادي الاهلي، وتفاصيل تمرين اليوم النهارده تمرين تكتيك اكتر منه بدني، ولكن كان بحضور الاسطوره رئيس مجلس الاداره الكابتن الكبير الكابتن محمود الخطيب اللي حضر واتفرج على جزء كبير من مران اليوم. وكان يمكن اما جم سلموا عليه طبعا الجهاز الفني وقف مع مستر فايلر والكابتن سيد عبد الحفيظ حوالي 5 دقائق اتكلموا فيها طبعا عن مباراه الغد. باذن الله باذن الله يكون الفوز بكره حليف النادي الاهلي. يمكن الاهلي اتمرن في 5:30، وكان فايلر مركز على ال 20 لاعب اللي هيكونوا موجودين معاه في القائمه. لو حبيت اقولهم لك يمكن خاص وحصر طبعا لشاشه نادينا، شاشه قناه النادي الاهلي، يمكن في حراسه المرمى الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير، يمكن في خط الدفاع محمود متولي، رامي ربيعه، محمد هاني، احمد فتحي، السوليه، حمدي فتحي، ديانج قفشه، محمود وحيد، معلول فخري اللاعب الناشئ، اجاييه جيلاردو، وليد سليمان، مرام محسن بادجي، ومحمد شكري ايضا اللاعب الناشئ. يمكن دي قائمه ال 20 اللي هتكون موجوده بكره باذن الله. يمكن بعد قليل بعد تغييرهم لملابسهم هيتجهوا الى فندق الاقامه، يمكن زي ما احنا شايفين في الكادر. لو زميلي حسام طبعا مخرجنا محمد دكروري يمكن يلفوا معايا ويفرجوا لمشاهدينك طبعا على الكادر الان لاعبي النادي الاهلي يمكن بيخرجوا من غرفه الملابس وبيتجهوا الى الحافله. وخليني اقول لك طبقا للاجراءات الاحترازيه الاهلي بيستعين باوتوبيسين او بحافلتين، يمكن حافله للاعبي النادي الاهلي وحافله ايضا للجهاز الفني. وزي ما قلت لك كان في حضور مميز طبعا للكابتن محمود الخطيب اللي اتفرج على جزء كبير جدا من تمرين اليوم، قلب حماس لاعبي النادي الاهلي. وفايلر النهارده كان مركز على التشكيله اللي هيلعب بيها بكره، على الجمل اللي هتنفذ بكره على الكور الثابته، وما شاء الله النهارده لاعبي النادي الاهلي نفذوها بكل اقتدار. يا رب باذن الله بكره يكون يوم سعيد للنادي الاهلي، وباذن الله يقدر يحصدوا على 3 نقاط تضاف الى السجل او في الترتيب الاول عشان يقترب خطوه مهمه جدا من تحقيق لقبه المفضل إليه. لو في اي سؤال زميلي احمد انا معاك. بشكرك شكرا جزيلا. زميلنا شريف شعبان من ملعب التتش، دي اخر التطورات الخاصه او اخر التفاصيل الخاصه بتمرينه النادي الاهلي. وقلت لحضراتكم كابتن محمود خطيب النهارده زار اللعيبه واتكلم معاهم، والحقيقه يمكن الدعم المعنوي في التوقيت ده مهم جدا، لان الفريق مقبل على بطوله مهمه جدا هي البطوله المفضله ليه، طبعا بطوله الامم الافريقيه، ومحتاج النوع ده من المسانده والدعم، وده مش غريب دايما على قيادات النادي الأهلي اللي بتكون حاضرة في كل المواقف.